والله شوف، احنا يعني حقيقة كاين هناك يعني تعرضنا إلى، يعني كنا ضحية نتاع التحكيم في المقابلة الأخيرة مع الكاميرون. وانتم تعرفوا باللي لعبة كرة القدم وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الافريقي يعني عنده قواعد اللي لازم يعني تحترم. عن طريق الاتحادية الجزائرية تم دفع ووضع كل الطعون اللازمة بكل الأدلة اللازمة. درك يبقى الآن يعني الأمر بين يدي الاتحاد الدولي لكرة القدم، اللي نتمناه أنه ينصف الجزائر وينصف الفريق الوطني الجزائري، لأنه حقيقة من خلال الأدلة والتقارير التي قدمت هناك يعني إجحاف في حق الفريق الوطني. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك.